ويجعل ان شاء الله وسيلة خير. اللهم ان شاء الله وسيلة خير. اش بغيت ان شاء الله الحاج يكون وسيلة خير ان شاء الله وسبب للخير ان شاء الله. امين. ويجعل الله يجعل المفاتيح الخير على يديه ان شاء الله وعلى احبابه وعلى كل من له صله به يا رب العالمين. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرحم موسى وان يستر الحياه يا رب العالمين وان يجعلنا يا رب العالمين من الموفقين باذن الله تبارك وتعالى. ابن شهيد ان شاء الله.